رحم الله ابن المبارك، رحم الله ابن المبارك رحمة واسعة قال جئت إلى سفيان الثوري، جئت إلى سفيان الثوري، إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان فقلت له من اسوأ هذا الجمع حالا، من اسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن ان الله لا يغفر له، الذي يظن ان الله لا يغفر له فما ظنكم برب العالمين،